خلينا ننتقل لحدث مهم اليوم. يعني انا ما ادري، بترك الاخوان يعلقون على هاللقطات والصور. طبعا ناهيك عن مباراة القادسية والشباب اللي تأجلت بسبب الامطار، يعني الامطار اللي هطلت، ما نقول يعني صراحة امطار نفس اللي قاعد تهطل مثلا في اوروبا وما نشوف ملاعبهم توقف. لكن احنا يعني انا بترك ابو سالم نشوف صالة نادي القادسية خرت، صالة نادي خيطان خرت، هذه الفيديوهات اللي وصلت لنا. يعني يمكن في بعد فيديوهات غير المنشآت الاخرى اللي مو رياضيه ما ابي اتكلم عنها. الاستديو اللي فوق عندكم خر بعد؟ نعم الاستديو اللي فوق. اي كل ما شاء الله. فاليوم البنيه التحتيه ما ادري ابو سالم يعني تعليقك على هاللقطات اللي نشوفها لمنشآت رياضيه المفترض حديثه. يعني والله بس وش اقول لك، يعني صاله الجود ونادي خيطان. لا لا بالفعل يعني شيء مؤسف. يعني حقيقة العمل عندنا، يعني خلنا نقول الرقابة على المقاولين أو الشركات اللي تعمل هذه الأمور كلها، هذا نادي القادسي، هذا مجمع أولمبي يعني. بل وهذا ترى مو قديم وتو جديد، هذا مجمع عبد الله السالم. إيه ما هو قديم، جديد هذا. لا صراحة يعني شيء مؤسف. والله أشوف، أنا أقول صراحة أحمل الهيئة لأن الأمور هذه متكررة، وكل منشأة جديدة صورتين ثلاث أربع صور يورونها الناس وكذا، بس بالآخر هذا شغل الهيئة وهذا إنتاجيتهم. الدليل آخر شيء عندك سعد العبد الله، مجمع سعد العبد الله مال الطائرة والسلة، الثلاث صالات لحن لغز محير. كل الإنشاءات إحنا مو قد العمل بالإنشاءات، فإحنا الجماهير الطالب تبي منشآت، بس إحنا أثبتنا ما عندنا إدارة للمنشآت. جميع الأندية تشتكي، ومع هذا تحملون الأندية بالصيانة أنتم منشآتكم. صراحة شيء نعم على كلام السوريين يعني يخزي العين والله. أبو سعود يعني يا ليت أن يعني الهيئة التابع مع المقاولين نفسهم أو الشركات نفسهم اللي عملت مثل عبد الله السالم اللي عملت المشاريع هذه، نعم أن توقف التعامل معها. هذا اقل شيء يعني. طيب لا تحاسب على اللي طاف، على الاقل الغادم لا يكون مشارك. شوف الشركات الجديده وخلص مقاولين، علشان حتى اللي عنده شركه يحافظ على اسمه. صحيح، يخاف على اسمه، ما يعمل اي شيء ويمشي. نعم انا اعزي الاخوان في نادي القادسيه، حسب الخبر اللي نشر في حسابنا في تويتر، ان عامل في نادي القادسيه اسمه حمدي توفى بعد توقف قلبه اثر سقوطه، وهو يحاول إخراج الماء المتسرب في صالة فجحان هلال المطيري نتيجة الأمطار. هذه الأخبار طبعا كانت نشرت، هذا أعتقد لاعب أعتقد كرة طائرة حاط الخبر، والإخوان قلوا عنا الخبر أن وقف قلبه بعد ما تم إسعافه. يعني هذا سعد صالح طبعا لاعب منتخب الكويت كرة طائرة. أبو بدر شنو تعليقك سواء على الحادث وعلى اللقطات اللي شفناها؟ حادث بسعود الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله، طبعا قضى وغدر هذا الحادث، لكن الملاعب والصلاة والحقيقة يعني واحد يعني شو بيقول واحد مصيبة. يعني أنت عندك مباراة القادسية اليوم والشباب، الملعب غرق بالماء يا جماعة. شنو ترى الأمطار اللي عندنا تينا مو ذيك الأمطار، ترى المطر مو قوية. مو قوية لا مطر قوية، لا مو قوية بالنسبة للدول الثانية. إلا إيه بالنسبة صراحة وين الصرف الصحي؟ ترى أكثر الأندية ما فيها صرف صحي. الصالات يعني حتى صالتنا عندنا صالة السلة العام والعام كانت تخر الجارة بعد الجارة يا جماعة مطر خفيف تخر يا جماعة. دول الخليج الثانية ما عندهم هالشيء هذا. نعم الحقيقة صراحة مفروض يعني مثل ما قال أخوي أبو سالم، يعني مفروض على الهيئة الإخوان في الهيئة أي مقاول يا أخي إلغى عقده وخلص، لا تعمل معاه مرة ثانية، شوفك واحد مقاول جديد. مسؤول لا الأمانة كل الإخوان كفوا ووفوا عمان، يعني هالأشياء إحنا ما نحب نشوفها كرياضيين. بس بخصوص احنا قاعد نتكلم عن نادي الشباب، يعني ترى هذا ثاني موسم على التوالي على نفس السالفه، القادسيه والشباب تتاجل المباراه والسبه الامطار والملعب. صحيح يعني ما يعني المفروض تعدل، المفروض يعني لما شافوا الموقف يعني إيه الاخوان المسؤولين على طول يقول لك هذا سبب، والله نشوف شنو الحل عشان نسويه خلال هذه السنه. ترى برا انت قلتها عزيز، انه برا ترى في امطار وثلوج
ثاني مره ابو مسعود اي ثاني الموسم الموسم اللي فات العيب فيكم عارفين احنا من الصيانه مو عندنا سكر المرزام لا عرفت ابو مسعود فاللي برا ما يعانون من الاشياء هذه فاحنا عندنا خلل في البنيه التحتيه اللي احنا عندنا اياها نعم لو في شغله بعد انا بوجهها حق الهيئه موضوع البذره الشتويه والصيفيه ترى ما اشوف بالخليج احنا ملاعب تتسكر يبي يعدل الارضيه انا اليوم تفاجات بلعب اليرموك العربي مسكر العربي ترى يتمرن ملعب اليرموك تخيل الحين احنا نادينا بعد نفس كذا نادي يروح يتمرن بنادي ثاني وصلت لهالدرجه وكل نادي راح يتسكر مو اقل من شهر الى استاذ جابر شهر ونص استاذ جابر خي يتمرن في استاذ جابر تمرن نادينا تمرن فيه اعتقد اعطونا انا استاذ جابر زين زين ليش ما يصير التمرين على الانديه والنشاط الاتحاد يعمل نشاطه على استاذ جابر نعم ما يكفي استاذ واحد على الدوري ثلاث مباريات ثلاث ايام واربع ايام يريح انت عندك خمس مباريات ثلاث ايام هذا لقينا ابو سالم عموما هذا موضوع حلو نناقشه ان شاء الله بعدين لكن انا تطرقت لهذا الموضوع حلو الفكره هي لان مثل ما قالوا الاخوان يعني احنا نستغرب منه الامطار لما تصير في 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 الدول القريبه واتكلم عن ملاعب رئيسيه صالات رئيسيه لا تقول لي ملعب والله في منطقه مثلا 1000 كيلو عن الرياض ولا مثلا 1000 كيلو عن مدينه ابو ظبي مثلا ولا اتكلم عن ملاعب رئيسيه مثلا ما شفنا والله استاد الملك فهد وقفوا اللعب عشان مطر ولا استاد مدينه زايد الرياضيه توقف عشان والله مطر حتى استاد الملز عتيج يعني مشق هذه الملاعب وهذه الدول اليمنى ما نشوف توقف فيها هالملاعب ما شفنا صالاتهم تخر انا ما ادري هل هذا يعني هل هذا يعتبر نوع من انواع الفساد ما هالسؤال اوجه حق الاخوان في الهيئه بس عفوا ابو مشاري يعني اوجه الاخوان في الهيئه اوجه لمعالي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يقول نبهونا عن الفساد ما أدري يا طول العمر هذا الأمر اللي تشوفه اليوم صالات تخر وشخص يتوفى بسبب أنه قاعد ينظف الصالة من أنها تخر هذا يعتبر نوع من أنواع الفساد ولا ما يعتبر نوع من أنواع الفساد هل راح تتم محاسبة المتسبب مثل ما قال أبو سالم ولا ما راح تتم محاسبة يعني لا اللي وقف رياضة حاسبته لا اللي خرب شوارعنا حاسبته لا اللي كسر شوارعنا حاسبته لا اللي هدم ملاعبنا صلاتنا تخر حاسبته منو بتحاسبون يا طول العمر انا ودي اعرف بس انا هذا سؤالي وسؤال كل اهل الكويت منو الشخص اللي تم محاسبته لانه كان مفسد في 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 بلدنا انا ما اتكلم عن مفسد على الاقل اقول مقصر هذا فساد إيه؟ يا يعني يعني على اساس على اساس نهذبها نقول هذا قصور بعمله قصور اللي حصل قصور بس ودي اقول كلمه بس اللي قاعد يعني الحين لما تتفق مع منشات رياضيه وكذا ليش ما تتفق مع ناس اختصاص يعني شركات عالميه مختصه ليش انا اتفق مع مقاول نفس هالمقاول يبني بيوت نفس هالمقاول يبني جسر نفس هالمقاول ما يصير لازم كل شيء فيه تخصص نعم واكيد الدول اللي حوالينا يتعاملون مع ناس مخصصين يبني لك منشأة رياضية بسمعته لأنه يحافظ على سمعته نعم. احنا شغلتنا كلها كلمة مقاول ما حد يقول ترى كلمة مقاول والله الا احنا عموما الشيء المحزن اليوم مع كل للأسف يعني الناس تنطر المطر وتقول ان شاء الله مطر خير ونبي مطر يا اخوان ويروحون يصلون صلاة الاستسقاء عشان يبون مطر واحنا لما جينا المطر العام مات الله يرحمه شخص ما اذكر والله شو اسمه يعني الله يرحمه اليوم يموت ايضا شخص والسبة الامطار بالكويت ما يقولها يا جماعه والله يا طول العمر يا سمو رئيس مجلس الوزراء اللي قاعد يصير هذا مو طبيعي هذا مو طبيعي مو في بلد تبني صالات برا الكويت وتبني ملاعب برا الكويت وتبني شوارع برا الكويت مو معقول ما يا انا غلطان اللي قاعد اقوله هذا مبالغ فيه وانا ما عندي سالفه يا الوضع في شيء غلط ما ادري